لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي العراقي أحمد الجميلي. أهلا بك سيدي. في حال كنت تسمعني، وفقا لصحيفة غارديان البريطانية فإن بغداد لا تزال مكانا مدمرا بالإضافة إلى تزايد أزمة السكن فيها. انطلاقا من ذلك، كيف تصف أزمة السكن في بغداد؟ نعم، في الحقيقة تعاني العاصمة العراقية بغداد من أزمة سكن خانقة وكبيرة جدا بسبب التزايد الكبير في أعداد السكان الذين فضلوا العيش في العاصمة العراقية بغداد، حيث تحولت بغداد إلى بؤرة سكانية انفجارية كبيرة. ووفق آخر التقارير هنالك أكثر من 9 ملايين نسمة تسكن حاليا في العاصمة العراقية بغداد. وسبب هذا التزايد هو حالة الهجرة التي شهدتها العاصمة بغداد من المناطق الريفية ومن مناطق جنوب العراق، خصوصا بعد عام 2003. وعدم التزام الحكومة العراقية بالسيطرة على هذا الموضوع، حيث هنالك فوضى في منح إجازات السكن وإجازات البناء. في ظل هذه الفوضى التي تحدثت عنها أحمد، كيف تواجه العائلات هذه الأزمة وتعيش في مدينة كبغداد؟ نعم، هذه العائلات واجهت هذه الأزمة بأساليب قد زادت من المشكلة كثيرا، حيث الآن توجد في بغداد مناطق عشوائية، هنالك آلاف الأسر تسكن في معسكرات مهجورة وتسكن في بنايات حكومية متروكة ونصفها مدمر خلال معركة احتلال العاصمة بغداد. هذه العوائل الآن تسكن في أوضاع مأساوية، وتفتقر هذه المناطق لأبسط مقومات العيش، بالإضافة إلى أن العاصمة العراقية بغداد المعروفة من أن مناطقها كانت مناطق سكنية جميلة، البيوت فيها لا تقل مساحة البيت الواحد على 300 متر مربع، أصبحت هذه البيوت مقسمة إلى 3 أمتار وأربعة أمتار متر مربع تسكنها عدة عوائل. وهذا الموضوع قد شوه من وجه بغداد الحضاري المعروف. وفي خضم هذه المشكلة نجد أن الحكومة العراقية وقفت عاجزة عن استيعاب هذا ما كنت سأسألك عنها أحمد، أين الحكومة العراقية من هذه الأزمة التي تشهدها العاصمة؟ ليست هنالك أي حلول من قبل الحكومة الحالية والحكومات السابقة. الحكومة المحلية في بغداد على سبيل المثال غارقة في المشاكل وفي التنافس على منصب محافظ بغداد، وكذلك أمانة بغداد هي نائمة في العسل. اليوم العاصمة العراقية بغداد تشهد اختناقات سكانية كبيرة، أصبحت الشوارع لا تطاق من شدة الازدحام، حتى رأينا أن الحكومة قد انتبهت مؤخرا من أن شوارع بغداد أصبح السير فيها مستحيل، لذلك بدأت برفع بعض السيطرات وكذلك رفع الكتل الكونكريتية التي كانت تخنق حركة السير في العاصمة بغداد، لعلها تتلافى مسألة الاختناقات المرورية الناتجة عن الانفجار السكاني الرهيب في العاصمة بغداد. أشكرك الصحفي أحمد الجميلي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.